إذا مرحبا، تكلم على الله قسم المحاضرة الثانية على المحاضرة الأولى، اللي هو إن شاء الله في مصدر اللي هو المقاومات، في المقاومات على التوازن اللي هو الفرضي. فدوينا المحاضرة الأولى من ضمن الجهود على المقاومات، تركيب المقاومات على التوازن، حيكون الجهود حيكون مجزأ. والتيار الكلي كان ثابتا اللي هو الـ I total، بينما نخش في المحاضرة الثانية نتكلموا على توسيع المقاومات على التوازي اللي هو بين قوسين الفرع. التوازي لاحظ أن في بداية المقاومات مؤصلة مع بعضها، وكذلك النهايات، أي أن الفرق الجهد بين أطراف المقاومات متصلة توازي ثابتة لا يختلف. ففي الدائرة الموضحة في الشكل 5 اللي هو 5 اللي هو 5 شرطة 4، يتساوي فرق الجهد في 1 على المقاومة R1 مع في 2 على المقاومة R2 وهكذا. يكون الـ P توتال تساوي P1، الـ P توتال تساوي P1 أو تساوي P2 أو P3 وهكذا عند الـ PN حسب عدد المقاومات اللي عندك في الدائرة، حيث إن قيمة التيار خارجة من المنبع لا يتغير. إذا فإن قيمة التيار المارك اتجاه التوصيل يتساوى مع مجموع التيارات الخارجة منها، ويمكن تمثيل ذلك كما لو أن مجموعة سيارات تسير تفرعات ثم تلتقي مرة أخرى في الشارع الرئيسي، أي أن التيار اللي هو I total يساوي I1 زائد I2، معناها أصبح التيار يلتقي الكرن، معناها أصبح التيار حيكون مجزء من توصيل قومات على التوازن، يكون ضرب. ومن هنا نستنتج قيمة المقاومة الكلية الـ R total، حيث أن الـ R total تساوي 1 على الـ R1 زائد 1 على الـ R2 زائد 1 على الـ R3 زائد 1 على الـ RN وهكذا عندما إلى النهاية. بمعنى آخر، تساوي قيمة المطلوب المقاومة المكافأة للدائرة التوازي مع حاصل جمع المطلوب المقاومات كل على حدة، وينتج عن ذلك أن تقل قيمة المقاومة المكافأة للدائرة التوازي عن أصل القيمة، بعكس قيمة المقاومة في توصيل المقاومات على التوازي. فتكون في التوازي حتكون قيمة صغيرة عندك في الدائرة، أصغر مقاومة أصغر من قيمة المقاومة عندك في الدائرة، فتلاحظ أن قيمة المقاومة تصغر في توصيل المقاومات على التوازي، أي أن في هذه المقاومات في الدائرة فإن اتصلت قومتان للدائرة التوازي R1 R2 R2 كحالة خاصة، فإن المقاومة المكافأة لهذه تأخذ قيمة تالية. الـ R total على المطلوب منا R1 في R2 على R1 زائد R2 يعطينا المقاومة الكلية في الدائرة. مثالي هو مثال واحد اللي هو إكزامبل 1، يتكون الحمل من المقاومة اللي هو 10 كيلو أوم متصلة بالتوازي مع مقاول آخر 100 كيلو أوم، أحسن المقاومة المكافأة. أعطاك الـ R1 أعطاك الـ R2، على R2 شو نساوي؟ معناها مقاومتين على الـ R1 في الـ R2، والـ R1 زائد R2 معناها 100 كيلو في 10 كيلو على 100 كيلو زائد 10 كيلو، معناها 100,000 في 10,000 على 100,000 زائد 10,000 يعطينا 9.09 كيلو أوم. يلاحظ أن قيمة الـ R2 تقل عن أصغر قيمة لأي مقاومتين في الدائرة. مثال 2، ثلاث مقاومات متصلة على التوازي قيمتها الـ R1 تساوي 10 كيلو أوم، الـ R2 تساوي 20 كيلو أوم، الـ R3 تساوي 40 كيلو أوم. احسب المقاومة الكلية، فقلنا الـ R2 شو يساوي؟ 1 على R2 تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 1 على R3، أي أن 1 على R2 شو يساوي؟ 1 على 10 كيلو، 1 على 20 كيلو، 1 على 40 كيلو، ناخذ عامل مشترك هو 1 على R2 تساوي 40 كيلو يعطينا 7 على 40 كيلو أوم. R2 شو يساوي معناها؟ على تساوي 40,000 على 7 يساوي R2 يعطينا 5.17 كيلو أوم. مثال 3، إذا مر تيار مقدار 1.1 ملي أمبير من مجموع التوازي
جذور مقاومة ار تو تساوي 9090 اوم. احسب فرق الجهد الكهربائي. معناها من تطبيق قانون اوم شو نساوي؟ في شو نساوي؟ اي توتال في ار توتال يعطينا 1.1 ملي في 9090 تساوي 10 يعطينا مثال آخر عن مثال آخر example two. يعطينا مثال آخر هو توصيل مقاومات على التوازي. 3 مقاومات متوازي تساوي قيمة كل منهما 12 أوم متصلة على التوازي بمنبع فرق جهد 24 فولت. احسب 1 المقاومة المكافئة، 2 شدة التيار النوعية أو الفرعية، 3 هو شدة التيار الأساسي اللي هو الكلي، يعني يبي شيء بي يبي الـ R total، ويبي التيارات الفرعية على كل مقاومة اللي هو الـ I1 والـ I2 والـ I3، ويبي شدة التيار الأساسي اللي هو I total. أول خطوة نجيبوا الـ R total، R total شو نساوي؟ 1 R total، 1 على R1 زائد 1 على R2، 1 على R3، تساوي 3 على R. 3 الـ R كم تساوي 12 أوم؟ معناها تساوي كم؟ 1 على 4، معناها الـ R تساوي 4 أوم. فتلاحظ أن قيمة المقاومة تركي متساوية، كل مقاومة منها 12 أوم. فتلاحظ 12 أوم على كل مقاومة اللي هو الـ R1 والـ R2 والـ R3، فتلاحظ طالع عندك الـ R 4 أوم. فتلاحظ أن المقاومة صغيرة في التوازي، توتين المقاومات على التوازي ستكون صغيرة. الـ R total من قانون أوم شو يساوي؟ تساوي في توتال، ار توتال يعطيني 24 اللي هو اعطاك الفي توتال على المقاومه الكليه ل 4 اوم او 6 امبير. معناها 6 امبير حتوزع على جميع المقاومات مجزاه. معناها الاي 1 شو تساوي؟ في توتال ار 1 اللي هو الار، معناها 24 على 12 اوم تساوي 2 امبير. الاي 2 تساوي الفي توتال على ار تساوي 24 فولت على 12 اوم تساوي 2 امبير. I3 تساوي V total على 4 تساوي V total R تساوي 24 فولت على 12 أوم تساوي 2 أمبير. فتلاحظ أن الـ I1 تساوي I2 تساوي I3 2 أمبير. معناها أن التيار في توصيل مقاومات على التوازي حيكون شنو؟ مجزأ. وعكس توصيل مقاومات على التوازي حيكون التيار ثابت. في نفس الوقت المقاومة زادت في توصيل المقاومات على التوازي، تلاحظ ان في التوازي حتكون صغيره جدا توصيل المقاومات على التوازي، ويكون الجهود في توصيل المقاومات على التوازي حتكون ثابت عكس الجهود في توصيل المقاومات على التوازي حتكون مجزأة. واتمنى لكم النجاح، ونلتقي في المحاضره الثالثه عن ربط المقاومات بين التوازي والتوازن. شكرا.